الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. طلبوا مني الأحبة الآن هذه القصيدة باعتبار الليلة ليلة الجمعة. اقصد حسينا، اقصد حسينا، اقصد حسينا وزره ليلة الجمعة. اقصد حسينا وزره، اقصد حسينا وزره ليلة الجمعة. تلقى الملائكة عند القبر مجتمعة، والمصطفى أحمد يبدي له جزعا، والمرتضى حيدر بالحزن وافاغ. الليلة هاي كل الليلة اقصد حسينا وزره ليلة الجمعة. تلقى الملائكة عند القبر مجتمعة، والمصطفى أحمد يبدي له جزعا، والمرتضى حيدر بالحزن وافاغ. أبصر بقلبك وانظر فاطمة الزغراء. الليلة ابصر بقلبك وانظر فاطمة الزغراء، تعدو وقد نسيت في ضلعها الكسرى، حتى إليه دنت لم تستطع صبرا، أهوت عليه تنادي وحسينا. بعد شو تقول الزهراء؟ لفي عليها تنادي يا ولدي، من ذاك فرق بين الرأس وال جسدي، أجئت بالدمع أروي غلة الكبد، لكنها انتثرت بالسهم ويلاه. بين البتولة تبكي، بين البتولة تبكي، بين البتولة تبكي، إذ أتت زينب. هم الليلة بين البتولة تبكي، إذا أتت زينب صاحت حبيبي حسين، صاحت حبيبي وضجت بالأسى تنحب. شاء الزمان بسوط الشمر أن أضرب، وأن نساق إلى الطاغي سباياه. بعد شو تقول لزينب؟ أنا الأميرة الأسبى إلى القصر، أنا العزيزة الأغدو بلا خدري، أخت الكفيل وتحدوني يد الشمر، أخت الكفيل وتحدوني يد الشمر. أخي بعدك كم مر جرعناه، خي بعدك والله أخي بعدك كم مر جرعناه. خويا عين عليك تربي، وعين عليك تربي وتهمل دموعي، وهبطات النوايب طفت شموعي، الخيل الداست ضلوعك على ضلوعي، داست من شفت الدوسك قبالي. بعد قبال الدوس بيك الخيل وانا صراخ يا خويا، وكل قلب من صرخة تتملاخ. راس الجان عالي وللدغر ما خبط، يا حسين راسل بالفخر عالي. بعد شو تقول؟ راحت هالكرامة وأغلى شيء الراح، شخصك يا ابو اليمة وسر دلال انباح، طاح عمود خدري
من جفيلي طاح ويا المشرع الخيبة آمالي والله يا المشرع يا المشرع الخيبة آمالي انت ايش عندك جاية أبوخ قلبك الصاد يبصب دمع عيناي وشد جروح قلبك لو يفيد دواي خويا وجيب الماي بيدي وشربك ماي وقف بالشمس ويلوحك خيالي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأحبة أيها الإخوة أكو دروس مهمة كثيرة نقدر نستفيدها من الرجز الحسيني اللي قيل يوم عاشوراء على لسان الحسين عليه السلام على لسان بعض أهل بيته على لسان أصحابه أو بعض أصحابه كل واحد منهم كان يبرز للمعركة كان يرتجز ويقول شعرا هذا الشعر يشكل وثيقة مهمة حقيقة لأن هذا الشعر قيل يوم عاشوراء ومن قبل أبطال عاشوراء في جانب الجنة في معسكر الجنة أكثر هذا الرجز أو كله بالأحرى قيل من قبل ناس أهل علم أهل فهم قال عنهم الحسين لا أعلم أصحابا ولا أهل بيت يعني ما كانوا ناس عاديين حقيقة أصحاب هذا الرجز بين إمام معصوم كالحسين بين فقهاء آل محمد كعلي الأكبر وقمر العشيرة والقاسم وغيرهم وبين أجلة الأصحاب كحبيب ابن مظاهر وزهير ومسلم بن عوسجة وغيرهم في الواقع فبالنتيجة هذا الرجز يحمل معاني عالية ومضامين مهمة ويرتب أولويات خطيرة قيلت يوم عاشوراء أولويات خطيرة زين ولهذا يعجبني بهالليالي هذه أن ألقي ضوءاً على بعض هذا الرجز الشعري العاشورائي اللي قيل يوم عاشوراء وما نستفيده من ذلك أولاً أكو محطات سريعة كيف دقائق أمر عليها وأجي بعدين أقف عند المهم الأمر الأول اللي أريد من الأحبة يلتفتوا له الليلة بعد نأسس شنو أسوي من الليالي الآتية البحث يكون أجمل الليلة تأسيس التأسيس شوية يراد له خلق بالبداية من أصل إلى بر الأمان ذاك الوقت البحث يصير جميل الآن إحنا بعدنا أولاً ما تخلو عادة معركة من معارك العرب من دون رجز هاي ثقافة أمتنا العربية سابقاً هالشكل لما يقاتلون يكون هذا شعر الرجز على ألسنتهم عادة هسا المن يستعملوا يستعملوا يولي التعريف عن أنفسهم لما يبرز لي عدوه يقول له أنا فلان بن فلان من خلال الشعر حتى يعرف نفسه يو لشد العزيمة وتقوية الجيش هذا أمر أول الأمر الثاني الرجز يعتبر بحر من بحور الشعر البعض قال الرجز ليس شعرا ليش؟ قال لأن الله يقول عن النبي لا ينبغي له بالنسبة للشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له النبي الشعر والنبي قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب يعني النبي ارتجز والقرآن الكريم يقول ما علمناه الشعر وما ينبغي له النبي أن يقول شعرا أن ينظم شعرا وما ينبغي له زين النبي قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب هذا رجز ومو رجز نعم رجز قال القرآن الكريم يقول وما ينبغي له النبي أن يقول شعرا ولهذا فالرجز شعر ومو شعر مو شعر لأن النبي ارتجز والنبي القرآن الكريم يقول وما ينبغي له فإذن هذا مو شعر تم الإجابة على هذا الكلام قالوا لا الرجز شعر والنبي قال أن النبي لا كذب والآية في مكانها وصحيحة أنه ما ينبغي له ولكن اللي يقول في عمره كل بيت يو بيتين من الشعر يعتبر شاعر يو لا ما يعتبر شاعر اللي عمره كله
يقول له بيت يو بيتين من الشعر، هذا شنو؟ ما يعتبر ماذا؟ شاعر، ولا يسمى شاعر. فالنبي ما ينبغي له الشعر، لما قال ذني البيتين في عمره هذا مو معناه النبي ماذا؟ شاعر صلى الله عليه وآله. وانتهينا من ذلك. المحطة الثالثة، أكثر أهل بيت الحسين أصحابه ارتجوا وقالوا هذا النمط من الشعر، بل بعضهم الواحد منهم عنده كم رجز، مثل العباس عليه السلام، مثل الإمام الحسين، بعضهم الواحد منا كم رجس كان عنده يوم عاشوراء. أما أعدائهم يظهر في كربلاء ما ارتجزوا. الظاهر أكو في البحار، الظاهر أكو في البحار أنه شمر ارتجز. هسه مقدار وثاقة هذا النقل ما أدري، ولكن الحالة العامة ما صار رجس من قبل أعداء الحسين يوم عاشوراء، لأنهم وصلوا إلى دركة من العار بحيث يستحون منها أو ما يشوفون مناسب أن يرتجزون في الواقع. يعني شنو يقولون؟ إحنا نقاتل ابن رسول الله، إحنا نحرق خيام رسول الله، إحنا نقتل أطفال، يعني مثلاً شنو يقولون؟ يعني لو أنهم أرادوا أن يرتجزوا بشنو يفتخرون؟ بشنو يفتخرون؟ بشو يقولون يعني مثلاً؟ ولهذا ما ارتجزوا، مع أن أعداء آل البيت قبل كربلاء كانوا من يدخلون معارك يرتجزون. يعني أمامك هند في أحد قالت نحن بنات طارق نمشي على النمارق، إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق، إلى آخر رجزها في الواقع ارتجت. مثلا ابن النابغة بصفين كان يقول أضربكم ولا أرى أبا الحسن، فالإمام علي عليه السلام لما سمع قالهم كذاب ابن النابغة، يندل مكاني ويشوفني بس من أقترب منه يهرب. وكانوا يرتجون، ولكن أعداء أهل البيت في كربلاء ما ارتجوا، لأنه كانوا في موضع العار، ذهبتم بعارها وشنارها كما قالت سيدة زينب عليه السلام. فما عندهم فتشي بكربلاء يفتخرون به حتى يرتجون. شنو يقولون؟ شنو يقولون؟ شنو يقولون؟ كاتبنا الحسين ونكثنا مثلا، هذا يفتخرون به. غدرنا، شنو يقولون؟ حاصرنا اولاد النبي، عطشناهم، جوعناهم، هذا محل افتخار؟ عار هذا. ولهذا حتى اللي ارتجز بعد قتل الحسين قال املأ ركابي فضة او ذهبا اني قتلت السيدة المحجبة، قتلت خير الناس اما وابا. توقع يعني خير الناس اما وابا، هاي بعد قتل الحسين هذا الرجل صار. أما في عاشوراء الحسين من طلعه وما ارتجزوا. حسين كان يرتجز أهل بيته أصحابه، قل ما طلع واحد منهم ما ارتجز، لأنهم كانوا في موضع الفخر والعزة والكرامة والمبدأ والأصالة، ولهذا كانوا يفتخرون. أما ذولاك شنو عندهم يفتخرون به؟ هاي محطة ثالثة. محطة رابعة، ماذا أحب أتعبه ولو أكمل؟ بعدنا بأول البحث ترى، ها عندي كلام مهم هاي الليالي الجاية، كلش كلام مهم عندي، بس أنا أتمنى من الأحبة صبرهم علي وخلقكم يصير عندهم لطرح مباحث مهمة، أعدكم بذلك، مباحث مهمة بعضها بطابع جديد، دقائق قرآنية مهمة، هاي كلها راح نقولها بالليالي الآتية، بس صبر الأحبة وخلقهم علي شوي شوي. محطة رابعة، بحث الرجز الحسيني دراسته. المحطة الرابعة، لو جمعنا كل الرجز اللي يقيل يوم عاشوراء من معسكر الجنة، معسكر الهداية، وسلطنا ضوءا على كل الرجز، راح نشوف الرجز الحسيني ركز على أمور مهمة نقدر نعنونها أو نخليها ضمن نقاط، 1، 2، 3، 4، 5، 6، وكل نقطة نجيب شاهدها من الرجز الحسيني ونعلق عليها. ما كلام واضح يوم مو واضح، حتى الشغل يصير مرتب، مرتب، مهيكل، مفهرس، مبوب. أقول أكرر، لو جمعنا الرجز كله العاشورائي اللي قيل يوم عاشوراء وضعناه أمامنا لرأينا أنه ركز على أمور مهمة.
هاي الأمور المهمة نقدر نخليها ضمن نقاط 1 2 3 4 5 ونعلق على كل نقطة نقطة. مثلا لو جمعنا الرجز الحسيني راح نشوف من أكثر الأمور اللي ركز عليها الرجز الحسيني، من أكثر الأمور اللي شفتها موجودة، الإمامة الإلهية المتمثلة بسيد الشهداء. وهذا التركيز على موضوع الإمامة وبيانه والتكلم فيه اتكلمت به بالنجف 13 ليلة، أخذ مني 13 ليلة هذا بس الإمامة، بس عنوان الإمامة في الرجز الحسيني أخذ مني 13 ليلة. والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام. الإمامة كانت حاضرة بقوة في الرجز الحسيني. مثلا أميري حسين، هذا عنوان أميري، لا يزال الدين قائما ظاهرا ماضيا ما وليه 12 أميرا. النبي يقول أميرا يو نقيبا يو خليفة، واحدة من ألفاظ الحديث أميرا أميرا، هذا العنوان مرتبط بالإمامة، ما وليه 12 أميرا. تلقى يوم عاشوراء أميري حسين. الإمامة كانت حاضرة بقوة في الرجز الحسيني، هذا كون نلتفت له. ولهذا بعض الكلمات اللي نسمعها الآن العجيبة الغريبة، الإمامة ما كانت واضحة عند الشيعة إلا في القرن الرابع الهجري، في القرن هذا قيل يوم عاشوراء، هذا الرجز الحسيني قيل في سنة 61 للهجرة، شنو قرن رابع شنو قرن خامس والحكي هذا؟ هذا الكلام قيل سنة 61 للهجرة. يوم مثلا ذاك الذي نعرفه الوصية في رجز عاشورائي، ذاك يذكر الحسين، بعدين أبو الحسين الإمام علي يعبر عنا ذاك الذي نعرفه الوصية، هذا عنوان عنوان الإمامة. يوم مثلا إن حسينا أحد السبطين، ومقام الأسباط في القرآن يأتي مع الأنبياء لاتحاد طريقهم. وإذا الآن أي واحد أكو بنقالة بحث قرآني، أي واحد الآن أكو بنقالة بحث قرآني خلي يكتب والأسباط، ثلاث مواضع يو أربعة في القرآن أنا جامعهن، ثلاث مواضع يو أربعة، إذا ما لقيت والأسباط يذكرون مع أهل الاصطفاء والاشتباء والاختيار وهم الأنبياء حاسبوني، ابحثوا. أنا أخو قاعد أقول للشباب اقروا ابحثوا شوفوا ابحث اكتب الأسباط شوف الآيات اللي راح تطلع أمامك. الآن الأسباط ما يذكرون في القرآن إلا مع الأنبياء، إلا مع أهل الاصطفاء والاشتباء والاختيار، عنوان الأسباط في القرآن. والنبي عبر عن الحسن والحسين سبطاي، هسه سبطاي كلغة أبناء البنت كاصطلاح قرآني لأهل الاصطفاء والاشتباء، هذا يحتاج إلى كلام كثير. شوف لحد الآن كم عنوان للإمامة في الرجز الحسيني، إمارة إمامة أسباط وصي، أحسنتم الوصية. مثلاً أمضي على دين علي في الرجز الحسيني، دين علي شنو دين علي؟ شنو دين علي؟ واضح بعد النبي صار أكو دين علي اللي هو دين النبي ودين آخر، فهذا اللي طلع يرتجز يوم عاشوراء الأمور كانت واضحة عنده، يو ضبابية ضبابية أني على دين علي، فكان الأمور واضحة عنده ومفرق بين هذا الطرف وذاك الطرف، ولهذا كان يتكلم بكل ثقة وقوة وصراحة ووضوح، أنا على دين علي، دين 18 ذي الحجة، دين من كنت مولاه فهذا علي مولاه، دين الثقلين كتاب الله وعترتي، دين سفينة نوح من ركبها، أنا هذا ديني دين علي، غير سفينة النبي ما أركب أنا. هالوضوح أقول هذا الرجز الحسيني نقدر نستفيد منه أمور كثيرة، هذا قيل على ألسنة علماء يوم عاشوراء. يا أحبابنا يا إخوتنا يا أعزتنا، ها
هذا حرمات تركه. اذا لما نجمع الرجز الحسيني العاشورائي نشوف اول عنوان، اول موضوع نستفيد منه، موضوع شنو؟ الامامه بمختلف عناوينها الواردة في هذا الرجز، وذكرت لكم بعض ذلك، بعض ذلك وإلا الكلام. مثلا أقدم حسينا هاديا مهديا، هاديا هذا مرتبط بالإمامة، هاديا وجعلناهم أئمة يهدون، نص القرآن الكريم، جعلناهم شنو؟ أئمتين يهدون. يو إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قال يا علي أنا المنذر وأنت الهاد. هذا يقول لأقدم حسينا هاديا مهديا. شأن من شؤون الإمام الهداية، شأن من شؤون الإمام الإلهية في القرآن الكريم. هذا كله وغيره ورد في الرجز الحسيني يوم عاشوراء. هذا عنوان أول مهم لما نجمع الرجز الحسيني ونلقي ضوءا عليه. هذا أول عنوان يكون أمامنا، الإمامة بمختلف عناوينها وشؤونها كانت حاضرة في الرجز الحسيني سنة 61 للهجرة في يوم عاشوراء. أبدي بالعنوان الثاني وما لكم خلق. ها نبدي بعدنا بأول الطريق، أريد الأخوة بحيلهم، عندنا هواي شغل. زين، العنوان الثاني لما تلقي نظر على الرجز الحسيني تشوف أكو أمر آخر هم مركز عليه في الرجز الحسيني العاشورائي. شنو هذا الأمر الآخر المركز عليه؟ بيان مهام كل واحد كان يبرز إلى الأعداء. بعض الأحيان كان يبين المهام الموكلة إليه. ما أدري واضح الكلام ولا؟ بيان المهام الموكلة إلى هذا اللي يرتجز يوم العاشر، يبين المهام المهمة اللي أوكلت إليه. هسه من قبل من أوكلت إليه؟ هذا إلى بحث آخر هسه، بعدين إن شاء الله نمر عليه. الخلاصة، واحدة من الأمور اللي شفتها ظاهرة في الرجز الحسيني أنه كان يطلع يعني يبرز للعدو، يبين مهام الموكلة إليه. وكل هذه المهام اللي شفتها بالرجز الحسيني كانت مهاما نبيلة جليلة. هسه تقول لي الأمر الثاني إيش تقصد به؟ شنو يعني المهام الموكلة؟ جيب مثال من الرجز الحسيني وعلق عليه حتى الحكي يصير كلش واضح. أجيب مثال، أجيب مثال. قمر العشيرة لما توجه للمشرعة في البداية شنو كان يرتجز؟ شنو كان يقول؟ ببالكم سنة بمصرع العباس لابد مرت عليكم. أول رجز استعمله قبل والله إن قطعتم، قبل يا نفس من بعد الحسين، قبل يا نفس أو قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار، قبل كل هذا الرجز أحسنتم جزاكم الله خيرا، إني أنا العباس أغدو بالثقة. هذا أغدو بالثقة بيّن مهامة وما بيّن مهمة من مهماته، بيّن أغدو بالثقة، إني أنا العباس أغدو بالثقة. أنا الله تعالى الإمام الحسين عليه السلام اختارني لمهمات جليلة، واحدة من هذه المهمات الجليلة أني أغدو شنو؟ بالثقة. وهاي أغدو بالثقة مو فد مهمة سهلة، ما أدري شنو أقول شنو أترك، والله ما أعرف، والله ما أعرف. هاي أغدو بالثقة مو فد مهمة سهلة، يو بسيطة، يو ما إلها قيمة في تراثنا الديني. لا واي إلها قيمة، واي. ما حكي هواي، ما أعرف شنو أقول. الله تعالى يترك عباده؟ ما أدري، أسأل الإخوة. ها؟ ما يترك عباده، ما يترك عباده.
ويهيئ لعباده كل شيء بطريق والطريف يا إخوة. والله عجيب هذا القرآن الكريم، مش قد تكون نستفيد منه، نتعلمه، نتدبره، نتأمله، ما أدري. الطريف تشوف القرآن الكريم يبين بعض هاي المعاني بشكل رهيب. يعني أضرب مثال حتى الحكي يصير واضح، وإن كان شوية راح أبتعد عن موضوعي، بس حكي كلش مهم وأرجع له، كلش مهم. ما أدري، حسب الظاهر والله أعلم، كل سور القرآن يو بعض سور القرآن يو كلها تمتاز ب شنو أعبر، بمحور. كل سورة من سور القرآن تمتاز بشنو؟ بمحور. بقية كل ما في هذه السورة من أمور تدور حول هذا المحور. يعني أضرب مثال للأحبة، سورة البقرة حسب الظاهر والله العالم محورها الأساسي التقوى بمختلف أقسامه وأنواعه ودرجاته ومراتبه، وقد بينت بعض ذلك في بحث المعاد اللي طرحته بسبع مواسم رمضانية، أكثر من 107 محاضرة بحث المعاد. مثلا سورة آل عمران حسب الظاهر والله العالم محورها الأصلي الرد على شبهات أهل الكتاب. سورة فاطر حسب الظاهر والله العالم محورها الأساسي بيان مصاديق اختلاف المخلوقات. هسه الشباب إذا لهم خلق هيك أبحاث من بعد ما أكمل يقدرون يطلعون هاي السور سورة سورة ويشوفون الكلام يعني في محله وفي غير محله. إذا الأحبة لهم خلق هيك أبحاث، إذا لهم خلق يعني هيك أبحاث هيك نظر تأمل تدبر بالقرآن تأكدون من بعد المجلس يشوفون الكلام دقيق ولا. مثلا سورة الأعراف اللي سنة بمحرم بيّنت فيها أمور مهمة جدا، محورها الأساسي سورة التأريخ البشري بمرحلتيه من آدم النوح، من نوح إلى أئمتنا، وهذا كل السنة بيّنته في النجف بالدليل. سورة التأريخ البشري وأهم مشاكل البشرية في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية سورة الأعراف، السنة بيّنته بالتفصيل. مثلا سورة المائدة، وطبعا سورة الأعراف ولهذا تشوفون يكثر بها يا بني آدم يا بني آدم، سورة المائدة، سورة العهود والمواثيق، وسورة يا أيها الذين آمنوا. حسب الظاهر يا أيها الذين آمنوا ورد في القرآن 88 مرة، 16 مرة منها في سورة المائدة. يا شباب التفتوا لي، هاي يعني دراسات، هاي جهود وأتعاب تحصلها بدقيقة دقيقتين بهالسهولة. والطريف يا أيها الذين آمنوا 16 مرة الوارد في سورة المائدة، كل يا أيها الذين آمنوا في مجال معين من مجالات الدين والدنيا، ومجموع 16 فيه سعادة الدنيا والآخرة. إذا الأخوة لهم خلق بكرة أشر عليهم بسورة الأعراف وأبين لهم 16 مورد واختلاف مجالات وشلون ترسم مشهد متكامل لما تجمعهم. إذا الأحبة لهم خلق تشابحات الآن فقط أؤشر على الكلام، روحوا ابحثوا من بعد سورة المائدة، شوفوا اللي قاعد أقوله دقيق ومو دقيق، ابحثوا خو ابحثوا حسبوا، ألزم سورة المائدة أحزم، هذا كلام دقيق ولا. بس قلت جابك على هذا الحكي، قلت رب العالمين يهيئ كل شيء العبادة، ما يترك عبادة، يخلقهم ويهيئ لهم كل شيء ويسهل عليهم أمورهم. مثلا سورة الكهف، يا سورة ها سورة الكهف، سورة الكهف أعتقد والله العالم هذا المحور الأساسي وغيره لست جازما، أعتقد بمقدار معين أنها سورة
إعانة الضعفاء محورها الأساسي. يا سورة الكهف، سورة إعانة الضعيف بمختلف مصاديق هاي الضعيف. هسه تقول لي شلون؟ أكو عندك فد مصاديق؟ أجيب لك بعض المصاديق. بس قبل لا أجيب المصاديق، عفتوني لو بعدكم وياي، بعدكم وياي، أجيب لكم بعض المصاديق. الخضر لما عاب السفينة لأجل شنو؟ أي حتى لا يأخذ الملك. هي السفينة كانت مال منو؟ مساكين. مساكين يعني ضعفاء يوم ضعفاء، فهو ساعدهم يوم ما ساعدهم. سورة الكهف سورة إعانة الضعيف، رب العالمين ما يترك عبده، سواء كان رجلا امرأة، يتيما فقيرا، غنيا صاحي مريض، ما يترك عبده. كلش التفتولي، كلش التفتولي. زين، موسى عليه السلام أو الخضر، العفو الخضر عليه السلام أيضا قتل الغلام. ليش قتل الغلام؟ لا، مو القرآن ذكر العلة، حتى ما يرهق أبويه على الكفر. إذا كبر، إذا كبر يرهق أبويه، يعني أبواه بالزمن اللي يرهقهم به على الكفر. كبار بالسن يا صغار بالسن، كبار بالسن. الكبير بالسن عادة شو يكون؟ ضعيف. ولهذا عمل الثاني هم ساعد ضعيفين، مثل ما عمل الأول ساعد ضعفاء مساكين كما القرآن يعبر. القرآن هالشكل يجب أن يقرأ. القرآن كل يوم كون ننظر لنظرة جديدة ونستفيد منه ونتعلم. القرآن مو كتاب سهل. الفعل الثالث اللي سواه الخضر شنو؟ ليش أقام الجدار؟ حتى يساعد شنو؟ أيتام، أكو كنز إلهم تحت الجدار. أيتام يعني شنو؟ ها؟ ضعفاء. أيتام يعني شنو؟ أطفال صغار أبوهم ميت، ضعفاء. هاي الأمور الثلاث ذكرت بأي سورة؟ شيء آخر، ذو القرنين بسفرة من سفراته شنو سوى؟ بنى السد. ليش بنى؟ حماية. قالوا له يأجوج ومأجوج ذولا كل يوم يهجمون علينا، يسرقون بيوتنا، يبهذلون، يأذون، يظلمون، يقتلون، يسرقون. يا ولي الله، أيها العبد الصالح، تعال سوي لنا شارة، خلصنا، بنا لهم سد حتى يحميهم. حتى يحميهم هم مش كانوا ضعفاء، كانوا ضعفاء. قصة ذي القرنين بيا سورة كهف، مو بس قصة موسى والخضر، قصة ذي القرنين وين؟ بالكهف. زين، شباب أصحاب الكهف كانوا عايشين بالقصور، لما تركوا القصور من أجل الله تعالى وين راحوا؟ الكهف. لما راحوا للكهف أهلهم مويمهم، بيوتهم مويمهم، تجارتهم عافوها، قصورهم، أموالهم، ناسهم، أهلهم، لما يأسوا منهم ما قدروا يجيبوهم لله. شلون إبراهيم من قالهم أعتزلكم وما تدعون؟ الإنسان يصل إلى مرحلة بعض الأحيان يقول للناس شنو؟ أعتزلكم، إذا ماكو أمل أن يصحون، ماكو أمل أن يلتفتون، ينتبهون من غفلتهم. شلون نوح لما دعا على قومه قال ذولا ما يلدون إلا فاجرا كفارا يا رب، ذولا حتى ذريتهم هم مثلهم، انتقم منهم، خلصنا منهم. شارة ما صير أكثر من ألف سنة أدعوهم ما يجون للطريق، يا رب ذولا ما صير لهم شارة. آخر الدواء الكي دعا عليهم رب العالمين أغرقهم وقضى عليهم، انتهى الموضوع. إنسان بعض الأحيان يصل إلى ما أبدا،
نفس الحسين يوم عاشوراء لما أصحابه كانوا يخطبون يمدحون فإن القوم قد استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ما يفيد الحج، استحوذ عليه، استحوذ، أحاطت به خطيئته. القرآن الكريم يعبر التفتولي لما إجوا سكنوا بالكهف وهم من دون طعام ولا شراب ولا ناس ولا أهل ولا كل شيء ولا بيوت ولا ولا ولا، حالهم حال شنو؟ ضعفاء. رب العالمين رفع شانهم يوم ما رفع شان، نيمهم، حفظهم بنومهم، أيقظهم، خلى أهل المدينة يجوهم يتنازعون على أجسادهم، ذولا يقول نبني عليهم بنيان، ذولاك يقولون لنتخذن عليهم شنو؟ مسجدا. رفع شانهم، ذكرهم في كتابه، يعني نصرهم يوم ما نصرهم، نصرهم، استضعفوا من أجله، مستضعفون لأجله تعالى، نصرهم تبارك وتعالى، أعانهم، قواهم، استضعفوا من أجل الله، إن القوم استضعفوني شلون هارون وكادوا يقتلونني، قواهم، نصرهم، خلى العاقبة إلهم. أقول سورة الكهف منين ما تنظر لها؟ هي سورة شنو؟ إعانة الضعيف، منين ما تنظر لها؟ وكأن محورها الأساسي اللي بقية مواضيع هاي السورة كلها تدور حوله إعانة الضعيف أو المستضعف في سبيل الله تعالى. نانا يجي سؤال، الحسين عليه السلام ليش استشهد ورأسه على الرمح بآية من آيات هذه السورة؟ الحسين استضعف يوم عاشوراء أو لم يستضعف؟ ها؟ شلون هارون كان يقول إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني؟ الحسين قتلوه مو كادوا، استضعفوه وقتلوه. بس ليش الحسين يختار آية من هاي السورة؟ ورأسه يتلوها على الرمح، ليش يختار هكذا سورة سيد الشهداء عليه السلام؟ مو فقط لما ذكرته، لأمور أخرى كثيرة. مثلا الحسين عند قيام وأصحاب الكهف إذ قاموا، قيام لله، كونوا قوامين بالقسط، القرآن الكريم يعبر قوامين، قوامين بالقسط، والحسين قيام، قيام الحسين أصلا، نهضة الحسين تسمى قيام الحسين عليه السلام، ولأمور أخرى كثيرة الآن مو وقتها في الواقع. أكثر من كل هذا أضوجكم، تعبتوا يا أكمل أكمل، أكثر من كل هذا ملف من الملفات الجميلة اللي ذكرت، اللي ذكر في سورة الكهف المباركة الطيبة. أحب أقرأ آياته، ما حافظ آياته. شوفوا، فقير مؤمن ضعيف. هسه تقول لي مو المؤمن قوي، أنا ما أقصد من هالجانب، يعني المؤمن قوي بجانب، ولكن إذا كان مثلا وضع المادي ووضع من أمور أخرى هم يكون بعض الأحيان ضعيف من جهة وقوي من جهة أخرى. واضح الكلام يوم مو واضح؟ شوف نصرة الله لهذا الضعيف أو المستضعف أو الفقير من عباده وهو مؤمن أيضا في سورة الكهف. ضيفوا ملف إلى بقية الملفات اللي ذكرتها بخدمتكم. اجابني على هذا الكلام، رب العالمين ما يترك عبده. شنو ربط هذا الكلام بالأمر الثاني بالرجز الحسيني؟ الآن راح أربطه، صبرك علي، خطوة خطوة، بعدنا بأول الكلام، لا تستعجل علي. التفتوا لهالمشهد الجميل الموجود في سورة الكهف، مشهد من أجمل ما يكون. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، جنتين يعني شنو؟ بستانين، جنتين بمعنى بستانين. ولهذا بعض المفسرين لما القرآن يتكلم عن جنة آدم يقول جنة آدم يعني بستان، والبعض يقول أصلا هذا البستان كان في الأرض. مو زين قلنا اهبطوا شلون؟ يقول هذا هبوط مو مادي، هبوط معنوي.
بعض شي يقول هسه دقيق مو دقيق، صحيح مو صحيح، اكو رد عليا ماكو رد. هذا الان مو وقت، هذا الكلام الان مو وقت، هذا من نطرح قصة آدم ونطرح كل هاي التفاصيل. أئمتنا شنو قالوا برواياتهم؟ هذا الجانب جنة الخلد، بستان بالدنيا. هذا إذا فد يوم من الأيام طرحنا موضوع آدم، قصة آدم، نسولف فيه تفاصيل. الآن هذا مو وقت، هاي فقط إشارة للأحبة. زين، القرآن الكريم يقول واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. جنة خبر كل شيء بيها، ماي وزرع وإلى آخره، وخضار وجمال وإلى آخره. زين، كلتا الجنتين أتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. زين، وكان له ثمر فقال لصاحبه، من هو صاحبه؟ الفقير المؤمن. من هالباب أقول ضعيف، لأن فقير أولاد ما عنده، فهذا كان يشوفه ضعيف. وسورة الكهف هي سورة إعانة ماذا؟ الضعفاء. هذه قراءة جديدة قاعد أطرحها لسورة الكهف، هذه قراءة جديدة ما مطروقة. وكان له ثمر صاحب الجنتين فقال لصاحبه الفقير الضعيف المؤمن وهو يحاوره أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً. أنا عندي فلوس أنت ما عندك فلوس، أنا عندي أولاد وزلم أنت ما عندك، أنا قوي أنت ضعيف. ليش هاي ملفات إعانة الضعفاء كلها تذكر في سورة واحدة؟ ليش الحسين يستشهد بآيات من هاي السورة؟ ليش العالمة غير المعلمة تقول له أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء أنه إحنا ضعفاء وأنت قوي؟ أنت مشتبه. ذني من تجمعهن ليش 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 تصل إلى نتائج عظيمة؟ ذني من تجمعهن تصل إلى نتائج عظيمة. شغل لي تفكيرك، انتبه لي، صير من أهل الدقة. زين، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته بستانه وهو ظالم لنفسه، متكبر متجبر طاغي، شو الجمال، الأشجار كلها محملة ثمر، الماء يجري، الجمال، الخضار، الثمر. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن أن شنو؟ أن تبيد هذه أبدا. ما تروح هاي ولا تخرب ولا يصير عليها شيء ولا تهلك ولا تضيع، واجو الجمال هذا. وما أظن الساعة قائمة. هنا هم أقول شيء خدمة الأحبة كلش دقيق ومهم. إذا الأحبة يلتفتوا لي القرآن طبعا هاي ما أدري شنو أعبر لك عنها، فقاعدة اجتماعية عظيمة في محلها من قواعد القرآن العظيمة اللي أتمنى تلتفت لها. القرآن الكريم يقول سبب ضلال المجتمعات، أكثر سببين لضلال المجتمعات الاعتماد على الظن غير المعتبر وتصديق الكاذبين. أكثر مشاكل المجتمعات من اعتمادهم على الظن غير الراجح غير المعتبر و سبب الكذب وتصديق الكاذبين. هاي في آية من آيات القرآن يقول أكبر سببين لضلال المجتمعات ذني. هسه هنا صاحبنا ابو البستان يقول وما اظن الساعه، وما اظن بنى نظريته كلها على اليمن على ظن غير صحيح غير معتبر مو في مكانه. ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها. قال له صاحبه الضعيف الفقير المؤمن، قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. زين، إلى أن يقول ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. هذا المفترض، لا قوة إلا بالله. إلى أن إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، مستضعفني
باخذني بعين الزغيرة لأن أموالك أكثر مني وأولادك أكثر مني. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. إيش ما أدري رب العالي يعطيني فشي أفضل من بستانك وأفضل من أولادك وأفضل من أموالك. زين. ويرسل عليها حسبانا عذابا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع طلبه. القرآن الكريم حتى نختصر. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. القرآن الكريم يقول ولم تكن له فئة ينصرونه. ذولا كان خابص روحه بيهم أعز ولدا ونفرا وما أعرف شنو ولا واحد وقفوا وياه ونصره. ها إلى أن وما كان منتصرا هنالك الولاية لله. طبعا أكو قراءة أخرى الموجودة في المصحف الولاية، أكو قراءة أخرى الولاية، أكو قراءتين في الآية. المثبت في المصحف الشريف الولاية ولكن أكو قراءة أخرى الولاية لله. المهم هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. من اللي انتصر؟ أقول عجيبة هاي السورة، سورة إعانة عجيبة هاي سورة الكهف. هذا ساعة ركضت علي كلش هواي. هذا موضوع اكتشاف محاور السور فد موضوع فيه علم كثير وإلى الآن لم يعط حقه من البحث مع الأسف. أنا أعتقد هذا المدخل مدخل بكر فيه شغل كثير قرآني وفيه معلومات ثرة وجمة اكتشاف محاور السور القرآنية. كل سورة بها محور محورين وبقية مواضيع السورة كلها تدور على هالمحور هذا العظيم. هذا اكتشاف في كل سورة فيه علم كثير أيها الإخوة، فيه علم كثير. إن شاء الله رب العالمين يهيئ له من يعمل عليه ويشتغل عليه كثيرا وينفعنا كثيرا بهالمعنى هذا وبهالجمال هذا. يعني توقع سورة الكهف شنو من جمال بها أكثرنا ما ملتفت له مع الأسف. نقرأ الآيات شلون مكان ما ملتفت له. أنا أعتقد أيها الإخوة اعتقاد جازم راسخ، التاريخ البشري المذكور في سورة الأعراف من أول الخليقة إلى آخرها وتشخيص أهم مشاكل البشرية وإخفاقاتها ونجاحاتها ومشاكلها وما ينفعها وما يضرها الموجود في سورة الأعراف ما موجود في أي كتاب آخر في الدنيا مكتوب بتاريخ الحضارات مشاكلها فلسفة التأريخ معرفة سننه قوانينه. الموجود في سورة الأعراف ما موجود في أي مكان آخر لو يدرس بشكل دقيق جدا ومفصل إلى آخره. واقعا فيه دواء دائكم، أمير المؤمنين على القرآن فيه دواء دائكم، هكذا عبر مولى الموحدين على القرآن. واقعا هالشكل مو مبالغات، واقعا هالشكل لو أحسننا التصرف مع القرآن، تدبر القرآن، تأمل القرآن، مراجعة الروايات الشريفة الواردة عن المعصومين في القرآن يظهر كلش ضوجت الاخوه الليله. يا لا ما ضوجتكم، بكره نجي ان شاء الله تجون ان شاء الله. الطريف هسه هنا اكو شيء اخر هم جميل ما ادري اقوله بخدمه الاحبه ما اقوله، هو خلي اختم بيه وبكره ابين الربط بينه وبين الامر الثاني برجز الحسين. الان ما وصلت الربط، الان ما وصلت الربط، ما وصلت. قلت الله يهيئ كل شيء لعبده وهذا ذكرني بسوره الكهف واخذني الكلام. الطريف هاي موضوع الجنة البستان والاغترار بالبستان ونسيان الله والناس إذا الإنسان صار عنده هذا الجانب ونجح به ما مذكور فقط في سورة الكهف. القرآن ذكر في موارد أخرى، من أهم الموارد ما هو مذكور في سورة القلم.
أي سورة؟ القلم. مثلا إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة البستان. بستان سورة القلم غير بستاني سورة الكهف، فالتفتوا إلى ذلك رحمكم الله. ولكن يظهر المشكلة متشابهة، إذ أقسموا أهل البستان ليصرمنها مصبحين، يقطعون الثمر من الصبح ولا يستثنون. من انطى الفقير؟ من انطى المحتاج؟ من ساعد؟ من ساعد؟ فطاف عليهم طائف من ربك وهم نائمون على البستان، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم وغدهم، فانطلقوا وهم يتخافتون يسولفون بيناتهم أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. زين، وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم، هنا الخير مالتهم بعد مو واحد من خارجهم فقير مثل ذاك، واحد منهم، هنا نخيرهم واحد منهم. يقول قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ ليش الشكل سويتوا البستان راح منكم؟ هذا موضوع البستان في القرآن، الجنة في القرآن والاغترار بها، فهذا موضوع عجيب واقعا ويحتاج إلى شغل كثير أيضا، وحتى يرتبط بموضوع آدم ودخوله بالجنة والتفاحة والشجرة لا تقربا، مع حفظ عصمة آدم عليه السلام. هناك الكلام يكون مع حفظ العصمة وترك الأولى بهالشكل هذا، أو ما قبل التكليف وبعد التكليف كما يذهب إلى ذلك آخرون، وغير ذلك من المعالجات اللي وضعت في مكانها بحث العصمة في قصة آدم عليه السلام. أكتفي بهذا الكلام، هواي أخذت من وقتكم، بكرة نخلي حصة أكبر إن شاء الله للرثاء، بس أعتقد الموضوع مهم، وبكرة نكمل مسيرتنا إن شاء الله تعالى مع الرجل الحسيني وما نستفيده. وإحنا بالأمر الثاني، الأول كان الإمامة بعناوينها وشؤونها، الثاني كان بيان المهام، وهذا بيان المهام أخذ مني فد مقدمة، وبكرة أرجع إن شاء الله تعالى فأكمل الموضوع من حيث انتهيت هذه الليلة، حتى ننتقل إلى أمر ثالث بالرجز الحسيني ورابع وخامس ولعله حتى عاشر إذا صار وقت إن شاء الله تعالى. أرجو من الله أن يعزكم ويحفظكم ويديمكم بالنبي وآله الطاهرين. هالليالي هاي ما الليلة الجمعة، الليلة يعني هنيئا لمن زار الحسين هذه الليلة واقعا، هنيئا لمن زارك أبا عبد الله غريب كربلاء أبو السجاد. الليالي هاي بعد زينب عليها السلام كوفي كوفان يعني، ومن كوفان راح توجه العائلة إلى الشام في الواقع. يعجبني بهالليلة هاي أول ليلة أكون بخدمتكم وليلة جمعة أن أقرأ مصيبة زينب لما أخذوها من كربلاء، وهاي المصيبة كان بيها محطات مؤلمة كلش هواية. واحدة من المحطات المؤلمة لما بقت هي وزين العابدين، ركبوا كل النسوان زين العابدين وزينب، بقت هي وياه، قالها عمة يلا أنا ساعدك تركبين الناقة، منوخ الناقة طبعا. قالت لعمة إذا تساعدني أصعد الناقة أنت من يصعدك الناقة؟ قالها وإذا أنت صعدتيني أنت من يصعدك الناقة؟ صار كلام بيناتهم. شاعر يقول قال لها وهو يلقف بالأنفاس ركب انتي وخليني ويا هالناس، يا ويا غناس ويا غناس دارت عينه وصاحت. شو الصيح زينب؟ والله دارت عينه دارت عينه دارت عينه وصاحت، يا عباس يا عباس يا عباس ما انت اللي جبتني وبيدك يا اخويا ركبتني، طول الدرب ما فارقتني وشنك رحت عني وعفتني، عقبك بني ميه ولتني دقعد يا اخويا وشوف متني مسياط زجر الورمتني. قولوا انت هذا الموقف الثاني، تحير الحادي بأمر النساء لما طلعوا من كربلاء، لأن كل واحدة قالت له يا حادي مر بي على قتيلي على ولدي على أخي،
أول امرأة صاعت هي ليلة ومع الأكبر، يا جمال بالله عليك تاج لابني علي حلو المحاج، وديني أريد أشبع بواج يا جمال بالله عليك، منك يوم علي الأكبر تحكي وياك، تريد تشوف ابنها وتنحب هناك. أخذها شعدها معلي الأكبر وقفت عليها، تقول له شاع اسمك يا يمه وشلت بيك الرأس، قد ما سولفت يا الولد بيك الناس. شي قالت له شمحلاتك يا يمه بالدرع والطاس، من تمشي ويا ابوك وعمك العباس، عشت بين الظنون وبين قطع الياس. يا بقطع الياس وقلب الوالدة تدري ايش كثر حزاز. صدق ترى ليلى نعم تأخرنا، رجعت مشى الضعن خطوة خطوتين. يا جمال بالله عليك، واني انا تشل مردحات جاسم ابني. الله الله مغربة المدللة تعبني، انا ردت علي بيتي ابني. قالها تتأخرين يا حجاية حجاية، وقفت عليها. قلت لي يوم على يوم سنين لميت، وكل يوم اقول انصار ابو البيت، قد عندي امل وش قد تمنيت، وتانيت عرسك يما تانيت، تاليها من دمك تحنيت. تأخرنا رجعت. يا حادي امشي نسواني اخرنا، بن مرجانة ينتظر يعاقبنا. مشى. يا جمال ابني اردى ودعا، وانا اردش من احره ورضع. يختلف هنا الوداع يختلف. يا حاد النوق بالله النوق، وانا الرباب تريد تنزل يم ابنا، شربت ماي ويلي ودر لبنا، حار الذرة وبارد حضن. اخذها امشي يا حادي. واذا بصوت يا حاد الضغن عباس مربي، انا مالي قلب امشي واخلي. نانا بعد زينب اخذها. ايش قالت له العباس؟ قالت له جيتك للنغر ما قاطع الياس، بل جنبيك القى من الرجن فاز. ويا وانخاك وتشد حيلك يا عباس، ومثل ما جيت ارفع ارجع رافع الراس، ولا تقبل يا خويا تشوفني الناس. بعد ما نوقف واذا الحادي يسمع صوت بنيه، يا حادي الضعن قل لي وين تردون، وعلى جثة ابويا ما تمرون. سكينة. مروها على جسد أبيها، أنا برضاك يا رغم عليك، يجرني الشمر من بين ديك، أنا الأصراخ ودير العين ليك، وادرب حمي ما تخليك بويا، لجن معذور يا الحزة وريدك. عجل فرج إمام زماننا، واجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه، اقضي حوائجنا، اشف مرضانا، يسر أمورنا، اكفنا شر الأشرار، كيد الفجار، طوارق الليل والنغار، بمحمد وآله الأطهار. يا الله.